السلام عليكم. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. يعني من علامات الإيمان استشعار الإنسان لخطئه وصوابه، فينشرح صدره للطاعة ويضيق ويحزن لفعل المعصية. يعني الشيطان أضعفه وخله يرتكب، لكنه ما ينشرح صدره لها. من مفهوم الحديث أن من علامات موت القلب عدم استشعار الإنسان عند فعل المعصية، بل بعضهم يفعله منشرح الصدر ويجد راحته في المعصية. هذه مصيبة. وش بقول يا إخواني، كثير من المؤمنين من يعصون الله يضعفون الشيطان، ولكنه يستحي ولا يدافع عن الخطأ، بل يراه خطأ ويحذر منه، لكن نفسه الضعيفة وقعت في هذا الذنب. فالمؤمن الشيطان يتسلط عليه ونفسه الضعيفة فيقع في الخطأ، لكن ما يرى أن ما يفعله صوابا أو يدافع عن هذا الخطأ في وسائل التواصل. معاذ الله، مهما ضعفت نفسك الخطأ هو الخطأ، واجب التحذير منه وعدم الرضا به وعدم انشراح الصدر بما تفعل من الخطأ. اليوم يا إخواني، بعض من تسلط عليهم الشيطان صاروا يخرجون في وسائل التواصل الاجتماعي ويبررون منكراتهم ويشرعنونها ويجعلونها حقا مطلقا لهم، وهذا والله من علامات موت القلب، ولا يفعله ولا يقول به إلا من طمس قلبه. وللعلم ترى هذا من آثار الذنوب التي تتتابع على القلب فتفقد الإنسان استشعاره بخطأه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت عليه حتى تعلو قلبه. باختصار، إذا كنت تشعر بقسوة في قلبك وانشراح للمعصية، أوصيك بثلاثة أمور. الأمر الأول التوبة الصادقة العازمة، فإنها تخفف من تراكم الذنوب الذي يفقدك الإحساس بالخطأ. الأمر الثاني البيئة، غير أخوياك، غير البيئة اللي حولك، لها الدور الأساسي في استمرارك على المعصية ورضاك وانشراح صدرك بها وبين تركك لها. تذكرون الحديث البخاري ومسلم، حديث مسعود اللي قتل 100 نفس، فقال: هل لي من توبة؟ فقال له العالم: اخرج من قريتك فإنها قرية سوء، اطلع من بيتك، ما يمكن انك تتجاوز هذا الانشراح للمعصية الا بتغيير البيئة المحيطة فيك. الامر الثالث العلاج المتمثل بالاكثار من الطاعات ومجاهدة النفس عليه. ترى الطاعة اولها تحس شوي بتعب، لكن ما ان تجاهد نفسك على ذلك حتى يشرح الله صدرك لها. سامحوني على الإطالة.